يكون ضمن التشكيل الأساسي في المباراة الأولى على أمل التواجد سواء في مباراة لاكودمادي. والكرة تصل ليمبارك بالصوف العرضية بعد ذلك التدخل من طرف الدفاع هاوس الاعتماد على المادي بوربيع ويوسف عيد بن ناصر. ومبارك بالصوف ثلاثي وسط الميدان نبيل درار كالعادة في الجهة اليمنى أشرف حكيمي المغربية هنا في القاهرة لما واجه الكوت ديفوار ومصر. وكذلك من نور الدين مرابط وصلت لأشرف حكيمي. أشرف حكيمي العرضية للقائمة الثانية ولكن عالية على يوسف أنصيري. عالية على يوسف أنصيري هنا التمويل كان ممتاز من نور الدين مرابط يترك الكرة ليلعب أشرف حكيمي. أشرف حكيمي ربما يجد بعد محاولة المرور بعد ذلك العرضية من حكيم ممكن ولكن التدخل بعد ذلك لأوس قام القياسية في كان مصر وأيضا الكاميرون ولا ننسى الكوت ديفوار ونيجيريا وغانا والمنتخبات الكلاسيكية المغرب الجزائر. وبعد ذلك المتابعة من طرف المدافع نيامبي تبقى مغربية. نبيل درار نبيل درار جرب حده من خارج منطقة الجزاء بنية قوية لمس حارس المرمى كاتزابويل الركلية مباشرة. هذه العادة مجددا هنا المتابعة للكرة الثانية للجهة اليمنى هاروبي هاروبي يلعب لي شيتيمبي شيتيمبي وتدخل صاحب الرقم القياسي من حيث عدد الحضور في نهائيات كأس أمم إفريقيا. يتعلق الأمر لمن درار بعيدة تماما على أشرف حكيمي وجب تفادي الكرات مباشر اللعب. الكرة تحضر الرأسية في هذه الضربة الحرة حكيم زياش يرفع الكرة حكيم زياش والمتابعة لحارس المرمى كاتزابوا نعم في نهاية المطاف. أكثر لاعب تميز المفاجأة من أوغندا كذلك منتخب الذي يقوده الفرنسي ديساق تبدو سهلة ولكن تكون صعبة في أرضية الميدان بينما تسديدة من طرف حكيم زياش ولكن متابعة بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفائدة منتخب الكونغو أو منتخب ناميبيا عفوا. ذكرت كونغو الذي تجرع مرارة الخسارة ولو أن أشرف حكيمي عائل من إصابة بعد غياب دام لأشهر عديدة. كيفما كانت المنتخب الناميبي حذاري من هذه الكرات حذاري الدفاع يتدخل والتسديد بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. لا يجب ترك المجال للاعبي المنتخب الناميبي لأخذ الثقة بنفس والتقدم أكثر. والبتي من مبارك مبارك يرفع كرة مبارك داخل منطقة الجزاء فرصة أنصيري والسديدة والكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية. هل فيها ركنية أم ياسين بونو جزاء زياش في استلام الكرة زياش زياش التسديدة ولكن مرة جانبية. هذه الكرات التي ينتظرها لاعب زياش وثاني تسديدة للاعب زياش من خارج منطقة الجزاء. لاعب اياكس امستردام سيكون افضل وسيكون اخطر ولكن طالما الريتم بطيء بهذا الشكل وصلنا الى الربع النهائي والخسارة امام المنتخب المصري بهدف المقابلة ولكن سقف الطموحات صار اعلى الان. هذه الكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء ياسين بونو اعلى من الجميع. كان في مشكل تواصل بين المادي بن عطية وياسين بونو لذلك شفنا أشرف حكيمي ولكن المرور لم يكن متاحا ليلعب أشرف حكيمي. بعد ذلك تتحول الدين مرابط نور الدين يلعب لأشرف حكيمي حول المرور مكشوف. هذه التبرير كأن نور الدين جهة اليمنى ناحية حكيم زياش زياش يرفعه في اتجاه نصيبي ولكن اقرب بيا مره اخرى اشرف حكيمي حكيمي يعلي حكيمي على القائمه الثانيه ولكن هكذا زمان اشوف الاعاده. الكره الماضيه والتدخل الماضي في كلام في كلام في اللقطه الماضيه الصراع بين المدافع هوروبي ايضا نور الدين مرابط. شوف الاعاده المضايقه موجوده كثيرا لا مع نبيل درار ولا ايضا مع حكيمي. فرصه فرصه الكره تطول بعد ذلك الطريقه ان يبقى مراقبا مدافع عن زياش في السلامة زياش زياش سدد والحارس المرمى كادت ان تغالط هذه الكرة الحارس كاتزابوا. هذه افضل تسديدة من اللاعب زياش فضل هنا وحكم يدخل حكم يدخل فرصة. هذه الكرات اللي تحدث عنها في دفاعات المنتخب المغربي والكرات الثابته طبعا من الكرات اللي سيراها درار. هنا ثلاث لاعبين يصعدون من الجهه اليسرى في نهايه المطاف. الكره تخرج نعطي احد من الكره الثانيه لحسن حظ اللاعب الناميبي لم يركز في هذه التسديده. ستاركي بعد ان تابع البادي بن عطيه ورايا مره البحث سريعا عن يوسف انصيري والصافره الروانديه تعلن دعوات الجماهير المغربيه وخاصه هذا الطفل ريان معروف واحد
الذي في وسط الميدان ويحرم المنتخب المغربي من صناعة الأجمل. يعني المنتخب القاع لفائدة المنتخب المغربي مرفوعة للكرة داخل منطقة الجزاء المتابعة من كالزابوا في نهاية المطاف. نعم إذن مبارك بوصوفا، مبارك بوصوفا العرضية يبحث عن يوسف أنصيري الذي يمتاز بالضربات الرأسية، ولكن زراوي هذه تبقى نسبية لأن مزراوي مصاب. هذه كرة عرضية فرصة جول يوسف أنصيري يضيع الهدف. يوسف الأمر صعب يا غانم يا سيس، قد يستفيد منه المنتخب الناميبي العرضية. خرج يا ياسين بونو منذ الوالة الأولى كان بإمكانك أن تمرر يا حكيمي، لكنه فضل أن يحتفظ بالكرة لحسن الحال بنسية سيرفعه، لكن مرر لغانم سيس تبقى مغربية. فرصة مرابط نور الدين مرابط تسديدة والدفاع بصعوبة يبعد. نعم الأبي بوصوفا يستعد ليتنفيذ بوصوفا عالية، لكن كان زابوا زياش يسدد. كان ممكن زياش يتقدم بعض الشيء، كان ممكن زياش يتقدم بعض الشيء لأنه كان عنده المساحة وكان عنده المجال أنه يتقدم. كلود لورو على مستوى المشاركات في لكان. لا ننسى بأن بداية هيرفي رونار في كفاء ناميبي مرة أخرى تصل إلى بالدرار. درار يرفع بعيدة تماما يا دير. تبادل مراوغة ممتازة مرة جانبية. ها هو حكيمي يظهر، وتأكيد لما قلت مشاهدينا الكرام بأن اللاعب أشرف حكيم زياش أكثر تحركا لاعب حكيمي. حكيمي فرصة مباركة دفاع يلعب جنب إلى جنب مع يوسف أيت بن ناصر. بوفال يمشي على الجهة اليسرى، زياش يخرج من محاولة لحكيمي. الأش ما زالت متواصلة. بوفال يعمل المراوغة. بوفال سابوا في المتابعة. نعم هذا ما قلت لكم مشاهدين الكرام، دخول بوفال يعطي إضافة نوعية على الاختراق. حذاري ماذا سيفعل بوفال؟ يلعب لحكيمي، حكيمي العرضية. بوفال عندك يا بوفال، عندك يا بوفال إضافة نوعية في الجهة اليسرى. هنا نتابع هذه الضربة الحرة لفائدة المنتخب المغربي مرفوعة راسية ولكن بعيدة تماما يا غانم يا سايس إلى ضربة مرمى. غانم سايس الذي يحضر لكأس الأمم الإفريقية الثانية في مسار. نعم بعد الحضور الأول لعب أنصيري. فرصة زياش يراوغ، زياش يدخل، زياش غير معقول. الكرة كادت أن تغارط حارسي المرمى كاتزابوا، لمست أحد المدافعين هنا اتجاه عكس اتجاه الحارسي كاتزابوا، ولكن ردت فعل بالرجل اليمنى يقص هذه الكرة ويقطع للأر. مرابط عندك درار، مرابط يرفع في اتجاه أنصيري ولكن أقرب إليها حارس المرمى كاتزابوا. كل الكرات التي تبحث عن يوسف أنصيري تكون مكشوفة سواء بالنسبة للمدافعين. مطلب السرعة انطلاقة من بوفال. بوفال بالعطية يفقد توازنه، يحاول مرة ممتازة يا بوفال. عليك يا بوفال، الله عليك يا بوفال في عملية فنية جميلة جدا. حدثي ممتازة، ممتازة هذه العملية. فرصة سدد جول. بوفال اعتقدنا بأن الكرة في المرمى يا بوفال. شوف الإعادة باليمنى، يوسف حكيمي على الجهة اليسرى. حكيمي ماذا سيفعل؟ يرفع كرة في اتجاه بوطيب ولكن عالية جدا هذه الكرة يا أشرف يا حكيمي ثابتة. إذا زياش يتلقى الإشارة، يرفع هذه الكرة. الحل وتم.